خلال زيارتكم إلى سوريا سماحة السيد، التقيتم بالفصائل الفلسطينية، لو تحدثونا عن هذا اللقاء. الحقيقة هذا اللقاء كان مثمرا وجيدا، ونستهدف منه إلى وحدة هذه القوى ووحدة هذه الفصائل للوقوف ضد كل هجمات تستهدف الدول الإسلامية وتستهدف الدول العربية، سواء كانت في سوريا أو كانت في العراق أو كانت في إيران. فإن الغرب والثالوث المشؤوم ينشر الفتنة بين هذه الدول، ولكن إن شاء الله توحدنا وتكاتفنا ينتج منه تقارب الدول الإسلامية فيما بينهما. نجد أن مثلا هناك خلاف بين سوريا ولبنان، إن شاء الله بهذا التوحد وبهذا التكاتف سينزال. نجد هناك توتر تفتعله أمريكا بين العراق وسوريا بحجة الحدود أو بحجة وجود بعثيين في العراق. هذه كلها حجج تحتاج إلى دليل، ولو كانت موجودة فهي ليست رسمية ولا تمثل الحكومات، وإنما هي شعوب وحكومات متقاربة متآخية ستكون يد واحدة إلى الخلاص من المحتل، سواء في فلسطين أو في العراق. كان لقاء طويلا، هل توصلتم أو هل اتفقتم على أمور محددة، على نقاط بعينها؟ لا، وإنما نوقش الوضع الراهن العراقي السياسي والوضع الراهن السياسي في فلسطين. أنا أخذت نظرة عن وضعهم وهم أخذوا نظرة عن وضعهم، ومددت يدي لأن أفيدهم، وأيضا مدوا يدهم لفائدة الشعب العراقي وما يدور به من مشاكل. أنتم في العراق تحت الاحتلال وهم في فلسطين أيضا تحت الاحتلال، ما موقفكم من التحولات السياسية في فلسطين تحت الاحتلال؟ التحولات السياسية تحت الاحتلال هي إن شاء الله يكون هذه مقدمة لإنهاء الاحتلال، سواء في فلسطين أو في العراق، ونأمل من حماس أو غيرها من القوى السياسية الموجودة في فلسطين الاتحاد، وأن تجعل هدفها واحدا للخلاص من هذا الكابوس الجاثم على صدر فلسطين والجاثم على صدور كل الإسلام، الذي سينزال إن شاء الله بتوحدنا وتكاتفنا.